جزاك الله خير، أرجو أن تفسري لي حلمي. حلمت أن في بيت جدي وكان في شجر وورد كثير يبلغ طوله حوالي 2 متر، لكن ليس في زهور إلا شجرة واحدة يوجد عليها وردتين، وردة بيضاء والأخرى صفراء، أنا عزباء. دي كانت رسالة جيالي في التعليقات وحبيت أرد معاكم عليها. تحياتي لكم أصدقائي أصدقاء تيتاشو. أبشري يا ابنتي العزيزة بهذه الرؤية، فكلها رؤية خير وبركة بأمر الله تعالى، وبأمر الله سترزقين بزوج صالح عم قريب، وأيضا سترزقين منه بالولد، ويكون لك بنتين، إحداهما فائقة الجمال وهي الزهرة أو الوردة البيضاء، والأخرى متوسطة وهي الوردة الصفراء. كتب الله لك الرؤية الصالحة. تعالوا بقى مع بعض نشوف تفسيرتنا لرؤية الحديقة في المنزل والورود والأزهار، لأن كل منها يختلف في تفسيره. حديقة المنزل في منام الرائي هي دلالة على صون النساء وعفة الرجال ونفي الشبهة عن المال والولد. ربما دل ذلك أيضا على الشح وعلى منع الطالب لما يحتاج إليه من علم، وربما يدل أيضا على أعمال السر التي لا يطلع عليها كل إنسان كالصوم مثلا أو قيام الليل، وربما يدل على زهد وورع وتسبيح وتقديس لله تعالى من جانب الرأي. أيضا رؤية الحديقة، حديقة المنزل في منام الرائي، ربما تكون دليلا على زواج من الأقارب دون الأجانب، وربما كانت دليلا على الجنية في الدار أو الجنون في الدار أو غرامة وكلفة للرائي في منامه. تعالوا بقى بعد كده نشوف الورد في المنام ودلالته إذا رآه الرأي. الورد في منام الرأي هو رجل فيه شرف أو قدوم لإنسان غائب، فمن يرى مثلا أنه جنى وردا من حديقة نال كرامة ومحبة، أما من يلتقط وردة بيضاء مثلا فإنه يقبل امرأة ورعة، وإن التقط وردة حمراء فهو يقبل امرأة لاهية، فمن يشم وردة صفراء في منامه فإنه يقبل امرأة مريضة. والورد الكثير قبل، وقيل الورد دليل على امرأة تفارق أو تموت. الورد دليل على امرأة تفارق أو تموت، أو تجارة قد تزول، أو فرح لا يدوم في منام الرأي. ومن يرى على رأسه إكليلا من الورد، من يرى على رأسه إكليلا من الورد عليه طيب الذكر ودهن الورد، فهو دليل على الذكاء وصفاء الذهن والتقرب إلى الناس ولين الجانب أيضا. الورد أيضا هو دليل على الفرح والسرور، ويقال أن الورد هو قدوم مسافر أو ورود كتاب. الورد قدوم مسافر أو ورود كتاب. والورد إذا قطعت شجرته في منام الرائي فهو هم وحزن، هم وحزن، أعاذنا الله وإياكم من الهم ومن الحزن. وقطف الورد سرور، وقد يدل الورد الأصفر على المرض والأحمر على الجمال والزينة، أما الأبيض فهو دليل على الأموال. الأبيض دليل على الأموال. أما رؤية الزهر في المنام فظهور الورد لها تفسيرات مختلفة هي الأخرى. فالزهر في المنام هو لذة وخير، لذة وخير، فمن يرى على رأسه إكليلا من الزهر مثلا فمعنى ذلك أنه
سوف يتزوج، أما من يرى الزهر في غير وقته يناله هم، يناله هم. الأزهار المختلفة الألوان هي دليل على الدنيا ونضارتها ومتاعها. اختلاف ألوان الأزهار يدل على الدنيا ونضارتها ومتاعها. والزهر بشارة بحمل النساء، الزهر للنساء هي بشارة بالحمل وتفريج للهم. والزهرة في منام امرأة جميلة، فمن يراها خطب امرأة جميلة. من يرى الزهرة في منام وكان في سن الخطبة والزواج فهي خطبة لامرأة جميلة، ليس بينه وبينها قرابة، ليس بينه وبينها أي قرابة. الزهرة في المنام أيضا هي دليل على النهم واللعب واللهو والضحك وأيضا التصوير، وقد تدل الزهرة على اللبس الجميل في منام الرأي. فمن يصادف في المنام ربما مالت نفسه إلى كل ما ذكرناه قبل ذلك، أو صادف من يتعاطى ذلك. ربما أيضا رؤية الزهر في منام الرأي تكون دليل على أنه يتزوج أو أنه يشتري جارية أو مغنية. والزهرة امرأة للملك، الزهرة امرأة للملك. وقيل امرأة أجنبية، فمن يرى زهرة وكان عازبا، من يرى زهرة في منامه وكان عازبا فإنه يتزوج من امرأة من غير جنسه، يتزوج من امرأة من غير جنسه. تكلمنا اليوم في فيديو النهاردة عن رؤية الحديقة في المنزل، ورؤية الورود، ورؤية الأزهار. ودايما وأبدا معاكم تيتا شو، مستنية تعليقاتكم وأحلامكم علشان أفسرها لكم، وأنا معاكم دايما وأبدا في انتظاركم، وتحياتي لكم، تحيات تيتا شو.